اهلا بيكم في بث مباشر من تلفزيون اليوم السابع. احنا دلوقتي قدام ظاهرة عجيبة غريبة، ظاهرة هي واحدة من اجمل الظواهر التي تزين السماء في هذه الليلة، ظاهرة بيترقبها علماء الفلك من كل انحاء العالم، هي ظهور قمر التربيع الاخير في سماء مصر. زي ما حضراتكم شايفين القمر يبدو ناقص من الاعلى، وهو الان يبتدئ ان هو يتحول الى هلال، ودي اللي بيسميها علماء الفلك بقمر التربيع الاخير. النهاردة الجمعة 26 نوفمبر عند منتصف الليل، يعني دلوقتي بتوقيتنا هيفضل القمر بيزين السماء في هذا المشهد البديع لبقية الليل، وده واحد من اجمل المناظر اللي بتترصد في السماء، وهيفضل موجود كده القمر بهذا الشكل لغاية بداية شروق الشمس. ده فرصة مثالية للتصوير، ويمكن احنا شفناه امبارح في احتفالية افتتاح طريق الكباشي، وزين السماء خلف الاحتفالية في مشهد بديع. والغريب ان هذا القمر يستمر في السماء لهذه اللحظة حتى ظهر يوم السبت لغاية بكرة الظهر، تقدر والشمس في عز السماء تقدر تبص على القمر فتلاقي هذا المشهد البديع متواجد لا يتغير. المفروض القمر بيوصل للحظة التربيع الأخير دي اللي هو بكرة السبت، يعني في الساعة 12:30 اللي هو تقريبا دلوقتي، وبيكون قطع ثلاث ارباع مداره حوالين الأرض هذا الشهر، كل شهر وانتم طيبين. ده فرصة مثالية جدا لعلماء الفلك ان هم يرصدوا فيها القمر، لان نص القمر منور ونصه التاني مظلم، وساعتها بتكون الجبال والفوهات اللي موجودة على سطح القمر واضحة جدا نتيجة تداخل القمر مع الشمس في القمر الجزء المضيء والجزء المظلم مع بعضهم البعض. وطبعا خلال ايام قليلة سيتقلص القمر الى ان يصبح في مرحلة الهلال في نهاية الشهر، ويبدأ معانا شهر هجري جديد. كل عام وانتم بخير، شهر جمادة الاولى لسنة 1443 هجريا، وطبعا ده ايزانا يعني باقتراب الاشهر الفاضلة، الاشهر المحببة لدينا نحن المسلمين، شهر ربيع وشهر رجب وشهر شعبان. كل عام وانتم بخير، وبعدها يبدأ شهر رمضان. اللطيف في الامر ده ان في خلية من النجوم تزين السماء، مش عارف هي باينة لكم ولا لا من هنا من هذا المشهد، عدد من النجوم، وهي ليست النجوم بتاعتنا المعروفة ولكنها الكواكب الثلاثة التي تزين السماء. دول ثلاث كواكب ويطلق عليهم خلية النحل، بتزين السماء وبيعتبروا بيظهروا مع القمر في هذه اللحظة من اللحظات. بيفضل المشهد العظيم ده، الحشد النجمي او خلية النحل، بيفضلوا موجودين في السماء طوال فترة المساء ولغاية بكرة الظهر. هيفضل هذا المشهد العظيم لخلايا النجوم زي ما حضراتكم شايفين نجوم تزين السماء ازاي في مشهد بديع جدا. لو طلعت من البلكونة انصحك تطلع من البلكونة وتشوف هذا الحشد النجمي لعدد من النجوم اللي بتزين السماء، ويقترنوا في النهاية بالقمر الجميل بتاعنا ده. سبحان الله، يعني وله في آيات، يعني الخلق عبر وعظة لمن يعتبر. شوف النجوم، شوف النجوم، النجوم في السماء ازاي بتشكل اشكال، هذه الاشكال التي تسمى بخلية النحل. انصح الجميع وخصوصا الناس اللي بره المدينه اللي ما بيعانوش زينا في المدينه من التلوث الضوئي بالخروج الى البلكونه علشان يشوفوا مشهد النجوم البديع ده مقترنه بالقمر في مشهد قلما يعني نلاقي زيه في السماء. مشهد نجمي بديع، نجوم خلية النحل كما يطلق عليها
او يطلق عليها علماء الفلك. النهاردة يوم استثنائي لعلماء الفلك، عدد كبير من علماء الفلك اكيد بيرصدوا هذا العدد من النجوم اللي من كثافتها في السماء. كان نفسنا نكون في مكان اقل ضوءا من الان عشان نبينها لكم كلها، وهي النجوم التي يطلق عليها خلية النحل. كواكب ونجوم تظهر في السماء، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. والقمر في النهاية في التربيع الأخير. الغريب النهاردة ان هذا المشهد لو انت فتحت بكرة الصبح الظهر البلكونة، باب البلكونة، وشفت السماء، هتلاقي هذا المشهد، القمر مازال على وضعه ده مستمر في السماء لغاية الظهر، الشمس تبقى في نص السماء والقمر لا يزال ظاهر. وكمان عدد كبير من النجوم دي لو انت في مكان من لا يعاني من التلوث الضوئي هتظهر، هتفضل ظهرالك في السماء، لا تختفي ولا تغيب. قولوا سبحان الله العظيم على خلقه وآياته وحكمته، وتفكروا وتدبروا في خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الكون، النجوم البعيدة عننا بملايين الكيلومترات وبسنين ضوئية كثيرة، تزين سماءنا اليوم في ظاهرة خلية النحل اللي علماء الفلك قالوا عليها النهاردة. أشكركم على متابعة هذا اللايف من تلفزيون اليوم السابع، كان معكم محمود حسن، وابقوا معنا دائما في المزيد والمزيد من اللايفات المباشرة.